جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية. هالبنت راجعت لنا أجنبية والله. ولك يعني شو قصتها هاي؟ والله غريب وضعها. ها؟ إيه شو يعني؟ شو ما كان وضعها ما بيصير تلبس هيك بهذا البيت؟ ها؟ وأبصر لسه شو ناوية تساوي. عشو عم تدوري؟ عم شوف إذا رايمة رجعت على البيت. رايمة؟ بس هي طلعت معك ما؟ ليش حتى ترجع لحالها؟ آه بس ما تقولي إنكم ضيعتوا بعضكم. لا يا خالتي، بس رايمة فجأة تركت الجامعة وإجت لهون، مشان هيك إجيت لشوفها بالبيت. وليش لا تجي فجأة؟ أكيد أنتي زعجتي يا مو. لا خالتي ما في هيك شي، بس بجوز هي إجت لتعمل كم شغلة هون بالبيت. بس أنا حاسة إنه في كذبة بهالشغلة. ها؟ شو هالحكي يا خالتي؟ شو هالأفكار الغريبة هي؟ أنا رايحة أدور عليها وأنت ارتاحي. أهلين، منيح أنك إجيتي من جامعتك. تعي جبت فطاير للكل. يلا خلي رايمة تجي. وأكيد رافي رجع ما؟ لا حبيبتي، رافي لهلأ ما رجع، ورايمة كانت مع هي وتركتها. وتركتها؟ وين؟ هو بصراحة بابا ما بعرف، بس وقت اللي طلعت من الجامعة فكرت إنه هي رجعت لهون على البيت.